الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. معكم محمد نور الدين من قناة The Right Road. موضوع حلقة النهاردة بإذن الله تعالى عن كيفية تسمية ونسخ ورسم وقص الملفات في الوورد، وهنبدأ بكيفية تسمية الملف. أول حاجة هنروح بالماوس ونضغط على الملف بتاعنا كليك شمال مرة، ونستنى شوية ونضغط كليك شمال مرة أخرى تانية. هتلاقيه حدد على الاسم بالأزرق زي ما حضرتك شايف، وهنبدأ نكتب الاسم اللي احنا عايزينه. مثلا هنكتب The Right Road. تمام. طب وفي طريقة أخرى لتسمية الملف أيضا، هنروح للملف ونضغط عليه كليك يمين، كليك يمين كده، وهنختار من القائمة الظاهرة Rename أو إعادة تسمية، يعني أنت جاهل الكلمة اللي قبل الأخيرة، وهنكتب الاسم اللي احنا عايزينه. وبعد كده هنشوف ازاي ننسخ الملف. هنروح للملف ونضغط كليك يمين، نضغط على الملف بتاعنا كده كليك يمين، وهنختار من قائمة ظهر كوبي أو نسخ، وهنروح المكان اللي احنا عايزين نحط الملف فيه ونضغط كليك يمين، وهنختار من القائمة اللي ظهرت بيس تمام او لصق. لو كنا اخترنا نفس المكان الملف الاصلي هنلاقي اسم الملف تم نسخه مكتوب عليه كوبي او نسخة من، لانه ما ينفعش ملفين بنفس الاسم في مكان واحد. طيب ماشي، هنروح مثلا ننسخ الملف كده، ونروح نقوم في ملف ثاني، هتلاقيه اتنسخ بنفس الاسم من الملف الاصلي تمام. وهناك برضو طريقة اخرى لنسخ الملف، لكن هنستخدم الكيبورد. هنظهر الكيبورد الاون سكرين كيبورد كده، عشان في طلبت مني ان نظهر الكيبورد على الشاشة. هنروح نحدد الملف بكليك شمال، وبعد كده هنختار كنترول سي اللي هي كنترول دي وسي تمام. هنروح للمكان اللي احنا عايزينه مثلا هنا، وهندوس كنترول في، هتلاقي اتنسخ برضو The Right Road وادي كوبي، لانه نسخناه في نفس المكان. لو حبينا ننسخ الملف في مكان اخر، هندوس كنترول وادي في، هتلاقي نسخ. هو جاب كده عشان احنا عملناه المرة اللي فاتت، وادي الملف موجود تمام. طب عايزين نشوف ازاي نعمل كات او نقص الملف. هروح نحذف الملف الجديد كده تمام. هروح الملف الاصلي، هنضغط كليك يمين، ونختار من رقم ظهر كات، يعني ادي كليك يمين هنختاره كات، وهنروح المكان اللي احنا عايزين نحط فيه الملف، ونضغط بس بيست او نص كده بيست، هتلاقيه اتنسخ اتكسر. لو حطيناه مثلا في المكان ده مثلا تمام، هنعمل له كات في الاول كات كده، هروح للمكان تاني هتلاقيه اتحذف من مكانه الاصلي، هتحذف خالص وراح للمكان اللي احنا حطينا فيه ايوه. وهناك برضو طريقة أخرى عن طريق
احنا عايزين حبينا نخش الملف، حبينا نخش الملف تمام، بس هنستخدم الكيبورد المرة دي، هنستخدم الكيبورد تمام. هندوس على الملف الأصلي كده كنترول اكس، وهنروح في الكيبورد كنترول اكس، وهنروح في المكان اللي احنا عايزين نحط فيه، هندوس كنترول جي هتلاقيه نزل في المكان اللي احنا عايزينه. كنترول اكس بتعمل لصق قص، كنترول سي بتعمل لصق، كنترول في بتعمل لصق تمام. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاعنا النهاردة، وياريت تذاكر بتركيز، ما تنساش تدوس لايك للحلقة وتشترك في القناة لتدعمنا وليصل المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.